تفاصيل أكثر حنناقشها مع ضيفنا عبر الهاتف النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني. برحب بحضرتك سيادة النائب. وفي البداية عايزين يعني نلقي الضوء على دلالة وجود لجنة معنية بقضايا الشباب ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بتمنوها ازاي؟ اولا يعني كل سنة وحضرتك طيبة والشعب المصري دايما الف صحة وسعادة. خليني ارد على سؤال حضرتك عشان ده سؤال مهم جدا وبشكرك عليه. فكرة ان متواجد لجنة الشباب ضمن 19 لجنة من اللجان النوعية داخل الحوار الوطني تحت مظلة المحور المجتمعي، ده عشان على اساس ان فخامه الرئيس اهتمامه كبير جدا باراء وتوصيات الشباب، وده لاحظناه من سنه 2016 لما فخامه الرئيس اطلق ان عام 2016 هو عام للشباب المصري، وبعديها مباشره ابتدينا نشوف ان في مؤتمرات للشباب كان نتاجها ان حصل توصيات محترمه جدا من زمايلنا سواء في الملف السياسي او الملف المجتمعي، كانوا بيطالبوا من فخامة الرئيس ان هم يبقى ليهم تواجد داخل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وشفنا ده حصل من قبل انشاء الأكاديمية الوطنية، ودي كانت توصية الشباب داخل مؤتمرات الشباب. ولما شفنا ده عرفنا وقد ايه ان الأكاديمية الوطنية قدرت فعلا تمكن الشباب سواء كمعاونين للوزراء او محافظين أو النواب محافظين، وكمان في السلطة التشريعية ممثلة في النواب والشيوخ. وشفنا برضو النتاج مثمر أن حصل لما كان الشباب السياسي كان بيتكلم وبيتحدث مع فخامة الرئيس عشان نوجد مساحات مشتركة في 2017، أن يبقى رؤية الأحزاب وبالأخص شباب الأحزاب أن هم يقولوا احنا برضو عايزين نتمكن سياسيا وعايزين أن يبقى في تواجد للأحزاب بتاعتنا، قدر يخلق حاجة محترمة جدا. التوصيات دي اللي يبقى فيه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قدرت تضم مجموعة كبيرة جدا من الشباب السياسي ما يقرب من 400 شاب سياسي، وأيضا أكثر من 26 حزب داخل التنسيقية، وقدرنا شفناهم وأنا بتشرف إن أنا واحد منهم، إن إحنا 32 نائب في البرلمان و 16 في الشيوخ، وعندنا كمان ما شاء الله 6 نواب محافظين. ليه الرسائل دي انا بوضحها؟ عشان الرسائل دي احنا لما نزلنا قلب الجامعه في شهر 9/2022 ولما تم اختيارنا ان احنا نكون مقررين على لجنه الشباب داخل الحوار الوطني، كنا بنوضح للشباب قولوا لنا صوتكم، ايه التوصيات بتاعتكم، ايه المشاكل اللي حضراتكم بتواجهوها عشان نرفعها لفخامه الرئيس ياخذ فيها قرارات خلال الفتره القادمه. وزي ما حضراتكم اكيد شفتوا في المؤتمر الثامن للشباب اللي هو كان يوم 14/6 اللي فات، اللي كان موجود في اسكندريه، الرئيس قال طول ما التوصيات قابله للتنفيذ انا هصدق عليها على الفور. فبالفعل الشباب كانت بتوضح تقول لك يعني انا صوتي لو قلته اكيد حد هيسمعه، فكنا بنطمن الشباب ان في شباب زيكم برضه كان بيطالب فخامه الرئيس بالامور اللي وضحتها لحضرتك، وبقوا متواجدين دلوقتي في السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه بعد ما حصل ليهم تدريب وتاهيل، وبعد بالفعل حصل ليهم تمكين حقيقي. الشباب بتطالب بايه داخل لجنه الشباب؟ ايوه، خلينا بقى نتحول الى النقاشات الدائره داخل اروقه الحوار الوطني. ولو جينا سلطنا الضوء على قضيه رياده الاعمال وتمكين الشباب، كيف دارت النقاشات بهذا الشان؟ احنا كانت في جلسات تمهيديه قبل الجلسه الفعليه اللي تمت يوم 15/6 اللي فات، كان الشباب بيطالب بحاجه مهمه جدا، ودي كانت يعني تخوف كبير من الشباب كانوا بيقولوه، ان احنا سيبنا مصر ورحنا فتحنا في دول عربيه عشان بيدونا امتيازات، فهل الحكومه المصريه هتقدر تدينا نفس الامتيازات ولا لا؟ فدي كانت توصيه من توصيات الشباب، ونزلوا من بره مخصوص عشان يحضروا الجلسه اللي تمت قبل العيد عشان يقولوا ان احنا فعلا في مميزات، في ضرائب احنا ما بندفعهاش. وعايز اقول لحضرتك بالنسبه للضرائب من قبل ما حتى فخامه الرئيس احنا نوصل له التوصيات في مؤتمر الشباب الثامن، قال خلاص احنا على مدار 5 سنين هعمل اعفاء للضرائب بالنسبه للشركات الناشئه. وعايز اقول لحضرتك كمان ان حصلت وحده اتعملت من قبل دوله رئيس الوزراء
عشان خاطر للأسف كان مشروع ريادة الأعمال تايه ما بين الوزارات. كانت دايما الشباب بتقول لنا أنا لو عايز أشتغل في ملف الري مين الوزارة اللي أروح أتحدث معاها عشان خاطر تقدر تدعمني بتدريبات وأيضا تدعمني ماديا. فما كانش فيه غير وزارة واحدة اللي تخص تكنولوجيا المعلومات هي وزارة الاتصالات ممثلة في إيتيدا، هي كانت بتدي دعم كبير جدا لشباب الرواد الأعمال اللي شغال في عالم التكنولوجيا. بس عايز أقول لحضرتك الموضوع مش متوقف عن فكرة الوحدة. احنا دايما في مجلس النواب مثلا بنقول قياس الأثر التشريعي لأي قانون احنا بنبتدي نشتغل عليه وطلعنا له النور خلال الفترة اللي فاتت. طب احنا عايزين نقول قياس الأثر التنفيذي للوحدة لدولة رئيس الوزراء كان بيتحدث عنها. فلما قلنا وضحنا للشباب ان في وحدة تم انشائها من قبل دولة رئيس الوزراء وكان اللي هيشرف عليها رئيس الهيئة العامة للاستثمار، كانت الشباب بتتحدث عن طب برضو هل الوحدة دي هتقدر تدعمني انا كشاب لو انا بقى عايز اخد اللي هو زي ما بيقول لك كده حاضنات الاعمال، هتبقى تحت مظلة الوحدة ولا الوحدة هتتعامل مع مجتمع مدني اللي بيشتغل على ملف حاضنات الاعمال؟ فطبعا دي كانت يعني تساؤلات الشباب بتسألها وفي نفس الوقت. طب ايه اهم المقترحات وتوصيات والاجابات اللي خرجت بيها هذه الجلسات النقاشية؟ رقم واحد توحيد جهود الدولة المصرية في ملف ريادة الأعمال، عشان احنا شفنا أكتر من وزارة بتشتغل على الملف ده، بس كانت الشباب بتسأل عن الأرقام كام يعني كام عدد الشركات الناشئة اللي كل وزارة قدرت تدعم بيها الشباب. للأسف ما كانتش فيه إجابة فعلية، فكانت الشباب مش بتدور على اللي فات، بتدور على اللي جاي. طب اللي جاي ايه؟ كانوا بيقولوا اللي احنا محتاجين ان يبقى في وزاره هي اللي معنيه بكل المشاريع بتاعه الشباب، سواء في ملف التكنولوجي، في الملف البيئي، في ملف السياحي. انا عايز اقول لحضرتك زي ما حضرتك ذكرتي في تقريرك ان ما كنت بتقولي في بدايه كلامك ان في مئات من الشباب، هو فعلا في مئات من الشباب شرفونا وفاتحين شركاتهم وشركاتهم بتخدم اكبر عدد ممكن من المجالات المختلفه. بس اكتر المعوقات اللي كانت بتقابلهم كانت دايما بيطالبوا بتوصيه ان يبقى في صندوق استثماري يقدر يضخ للصناديق الاستثماريه اللي موجوده وتبقى تحت مظله الحكومه المصريه. هيفيد بايه الكلام ده؟ ان اي مستثمر لما هيجي يضخ فلوس، وكان معانا عدد محترم جدا من المستثمرين اللي كانوا بيستثمروا في الشركات الناشئه في مصر وابتجهوا لدول اخرى، عشان كانوا بيوضحوا لنا المميزات اللي بيتمتعوا بيها في الدول الاخرى. لما وضحوها لنا كتبنا طبعا في التوصيات دي كلها المميزات عشان نقدر نرفعها لفخامه الرئيس. واللي هيحصل خلال الفتره الجايه ان احنا عندنا في فرق كبير جدا يا فندم ما بين مفهوم رياده الاعمال وما بين مفهوم المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغار. ايه الفرق بقى؟ الشباب بتطالب ان احنا لازم يتم دراسه فكر مفهوم رياده الاعمال والمشروعات الصغيره داخل المدارس وداخل الجامعات. فطبعا هيتم مخاطبه وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بالتوصيات المحترمة اللي شبابنا قال عنها. وكمان احنا خلال ان شاء الله اليومين الجايين احنا هنعمل جلسة زي ورشة عمل. ورشة العمل دي هنستفيد بيها في ايه؟ ان خلاص ادي كل التوصيات اللي حضراتكم وضحتوها لملف ريادة الاعمال. وهنكون نفس الخبراء اللي شرفونا، ان زي ما بيقولوا حاجة كده اللي هي الجلسة الاخيرة اللي بنقول ان دي التوصية اللي هتطلع لفخامة الرئيس، عشان برضو عشان اصلي مع حاجه. كانت في شباب كانت بتطالب بانشاء مجلس قومي لرياده الاعمال، وشباب تاني كان بيقول لك فصل وزاره الشباب عن الرياضه وتبقى وزاره الشباب هي اللي مسؤوله عن ملف رياده الاعمال وهي اللي تتعاون مع كل الوزارات المعنيه طول ما احنا عندنا شباب عنده تنوع في الشركات بتاعته بيخدم المجالات المختلفه. هل هذا الدمج بين وزاره الشباب والرياضه يعيق الوزاره عن التعامل مع شؤون الشباب من وجهه نظر الشباب؟ من وجهة نظر الشباب أنا سمعت كلمة محترمة جدا شبابنا داخل الأنشطة الطلابية على مستوى جامعات مصر بالكامل. وكمان الشباب اللي اتخرج كانوا دايما بيقولوا لنا إحنا بنشتغل عمل تطوعي، والعمل التطوعي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي. ليه ما تسميهاش وزارة الشباب والتضامن الاجتماعي؟ مفهوم آخر هو الملف التكنولوجي، إن إحنا بنشتغل في تكنولوجيا المعلومات وبنعمل ابتكارات محترمة. ليه دايما هل أفهم من كلام حضرتك سيادة النائب إنه هناك مطالبات بإنشاء وزارة خاصة بالشباب وشؤون الشباب؟ فصل وزارة الشباب عن الرياضة أو إلغاء، يا إما لو الحكومة متجهة لعملية الدمج يبقى مش شرط إن إحنا ندمج وزارة الشباب دايما مع الرياضة. زي ما كنت بحكي لحضرتك المفهوم يبقى وزارة الشباب مع التضامن الاجتماعي. مع التضامن. وزارة الشباب مع الاتصالات.
الغرض من القصه زي ديت ايه؟ ان فعلا لازم وزاره الشباب تبقى قائمه بذاتها عشان تقدر تحل كل التحديات والمشاكل اللي بتواجه الشباب، او الغاء الوزارتين. ده شباب برضو بيطالب بالملف ده، واحنا هنفتحه لما هنتكلم عن ملف الرياضه. عايز اقول لحضرتك ان يبقى في انشاء حاجه اسمها المجلس الاعلى للرياضه والمجلس القومي للشباب، وده كان متواجد على مدار سنوات ماضيه وتم دمجهم تحت مظله وزاره الشباب والرياضه. فالشباب بتطالب يا اما بفصل الوزاره يا اما بالغاء الوزارتين ويبقى مجلس قومي للشباب ومجلس اعلى. طب ايه مدى تفاؤلكم بتنفيذ ده بقى على ارض الواقع؟ هل انتوا شايفينه حاجه ممكن فعلا تتنفذ وممكن الدوله والحكومه تستجيب لهذه التوصيات وبلورتها بالفعل في شكل مخرجات قابله للتنفيذ على ارض الواقع؟ انا كنت قاصد ابدا حديثي مع حضرتك بان من عام 2016 كل الشباب لما كانت بتتحدث قدام فخامه الرئيس وكلها مدامة توصيات قابله للتنفيذ تمت على ارض الواقع ووضحت تمت ازاي. طبعا تفاؤلي تفاؤل كبير جدا عشان برضو كلها توصيات قابله للتنفيذ، ومدامة ان ده لصالح الدوله المصريه الممثله كمان لصالح الشباب المصري سواء في المدارس او الجامعات او كمان الخارجين، عمليه فصل وزاره الشباب عن الرياضه او بالغاء الوزارتين ويبقى في جهه مختصه بمشاكل وهموم وتحديات، وكمان ان احنا نخلق كوادر شبابيه مش تخدم في المجال السياسي والمجتمعي فقط، لا ده كمان تخدم في شركات القطاع الخاص، برضو محتاج يبقى جهه بعينها هي اللي تهتم بمشاكل وتحديات الشباب. نعم بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب احمد فتحي مقرر لجنه الشباب بالحوار الوطني، شكرا على هذه الإضاءات وهذا التوضيح.